الوحيد على مستوى العالم اللي هيلعب تلات بطولات كاس عالم في تلات العاب جماعيه. مفيش فريق في العالم قدر يحقق الانجاز ده في السنوات الاخيره الا النادي الاهلي. الاهلي عنده كاس عالم لكره السله، كاس عالم للانديه، عنده كاس عالم للانديه لكره القدم، عنده كاس عالم للانديه لكره اليد. النهارده كانت اول قرعه في اولى مشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه لكره السله، لسه مستنيين بقى قرعه القدم في الفتره اللي جايه مع الفيفا وقرعه كره اليد. النهارده الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي تواجد ضمن المجموعه الاولى في منافسات بطوله كاس العالم للانديه اللي هتقام في سنغافوره خلال شهر 9 المقبل. مراسم القرعه اسفرت عن وقوع الاهلي في المجموعه الاولى مع ايجنت الامريكي وفريق سيسي فرانكا البرازيلي. المجموعه الثانيه ضمت فريق المنامه البحريني مع جولدن بولز الصيني وبون الالماني. الاهلي طبعا توج بلقب بطوله افريقيا الانديه بال 3 اللي اقيمت في رواندا، وقطع بطاقه التاهل الى مونديال الانديه في سنغافوره كممثلا عن قاره افريقيا. نتمنى التوفيق يا رب لفريق الباسكت يقدر يحقق انجاز جيد جدا ويتاهل من المجموعه الصعبه جدا. معاك فريق امريكي وفريق برازيلي، ان شاء الله يكون تاهل للاهلي من هذه المجموعه، وننتظر في الايام القادمه ان شاء الله تحديد موعد قرعه كاس العالم لكره القدم. البطوله هتقام في المملكه العربيه السعوديه، وايضا كاس العالم للانديه لكره اليد.